بس نحكيو على اللاعب اللي كان مجيبو السي اس اس السيمي الامامي بعد تعطلت مفاوضات مشى للكلوب والسي اس اس في المقابل رجع لعبه اللي هو سامح بوحاشب. لا مازال ما رجعش سامح بوحاشب على ذمه فريقه حمامات مشى ببري بعام. بون مشينا تفرجنا في سامي الامامي في حمامات. بون كان عندنا سعر يعني باش نكون نشوفوه معهم هما، لكن ما رانا السعر خرج على النطاق المعقول يعني. شفنا من الاحسن انه نختاروا وجهه اخرى ان شاء الله يقع الاعلان في القريب العاجل.